دلوقتي جمعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. بارك لنا يا ربنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اغفر اللهم لنا ولوالدينا، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا وعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واجعل يا ربي هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، ذلكم اليوم العظيم، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، كذلك أيضا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وإحنا في نعمة كبيرة يا حضرات، إحنا ما زلنا في شهر شعبان، ذلكم الشهر العظيم، شهر الرضا والرضوان، وإحنا بعد 5-6 ليالي من الآن هيهل علينا نصف شعبان، ليلة النصف من شعبان، وديت فيها نفحات عظيمة جدا. وزي ما اتفقنا انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها لعل احدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها ابدا. ايه النفحة العظيمة ديت بتاعت ليلة النصف من شعبان؟ يعني ايه الاول ليلة النصف من شعبان؟ نصف شعبان اللي هو 15. طيب الليلة بتاعته بتسبق الليلة، دايما بتسبق اليوم اللي هو يوم 14 شعبان، لما الشمس تغرب المغرب يأذن كده احنا دخلنا في ليلة 15. مالها بقى الليلة ديت؟ دي ليلة الغفران في شهر شعبان. ايه اللي مالها يعني؟ ايه عظمة الليلة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يطلع على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه، أو فيغفر لجميع خلقه. ربنا بيغفر لكل الخلق ليلة النصف من شعبان، إلا نوعين اثنين، إلا لمشرك أو مشاحن. شفتوا؟ يعني المشرك ربنا قال، عشان بس عايز يقول أنا ما أعرفش، أنا ما كنتش واخد بالي، ربنا اللي قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك ربنا بيغفروش، لازم اللي عمل شرك يتوب إلى الله، لازم يقول لا 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 أستغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول له خلاص أنت كده تبت. طيب مين تاني ربنا بيغفرلوش؟ المشاحن. يعني إيه مشاحن؟ اللي مخاصب الناس، اللي مزعل الناس والناس زعلانه منه. المشاحن ده اللي كانت بينه وبين اخيه شحناء، خصام يعني. مين اللي غلطان؟ ماليش دعوه، انا مشكل، انا مفيش مشكله مع جنابك، مع شخصك. ربنا بيقول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، ربنا اخذ على الذين اوتوا الكتاب العهد والميثاق، يعملوا ايه؟ ألا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أنه نبين، فأنا ببين لحضرتك أن الشحناء ديت أو الخصام دوت خطر عظيم. أعمال المتشاحنين ربنا ما بيقبلهاش. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله،
وما ينطق عن الهوى. فده أمر خطير جدا يا حضرات، هندردش فيه شوية، وطبعا هنستقبل مكالمات حضراتكم واتصالات حضراتكم وأسئلتكم على رقم 38-35-022. الرقم كمان مرة 38-35-022. وطبعا اللي بيتصل من المحمول أو من خارج القاهرة ما ينساش يدخل الأول المفتاح 02 وبعدين 38-35-022. يبقى احنا في انتظار ليلة عظيمة مباركة شريفة، ربنا بيغفر لجميع الخلق إلا نوعين اتنين، المشرك ربنا بيغفرلوش، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من اللي قال كده؟ ربنا. أقول لكم على حاجة خطيرة كمان في الشرك، حتى أعمال المشرك ما بتقبلش. ياه، ربنا قال كده: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شفت؟ اللي أشرك بالله عمله بيحبط، ربنا بيقبلوش. ده عمل ايه؟ ده بنى ايه؟ ده أكل مين؟ ده كسى مين؟ ده عالج مين؟ هو مشرك؟ ربنا بيقبلش منه. شوف، قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ايه اللي مطلوب طيب؟ قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ففي ليلة النصف من شعبان ربنا بيغفرش للمشرك. وعشان أطمن المشرك ولا بيقبل عمله أصلا. أصلي ده رجل فلة، ده رجل اللي في جيبه مش ليه. هو أشرك غلط في ربنا، أشرك بالله، خلاص اللي بعد كده كانوا ما عملش حاجة. إزاي إيه؟ هو ده المفتاح، هو ده الأصل، إن يؤمن بالله. أنت عايز ربنا يكافئه وهو مش مؤمن بربنا؟ ما دي حاجة عجيبة يعني، لما تيجي واحد يقول لك ازاي يا جماعة، ده راجل طيب، ده راجل جميل، خلاص هو جميل لنفسه. قال او دلوقتي في أندية عندنا في مصر، أندية وليها عضوية، فانت معاك عضوية تخش النادي، معاكش عضوية مش هتدخله، صح ولا لا؟ معاك تأشيرة للسعودية هتدخل السعودية، معاكش تأشيرة مش هتدخل. هروح اقول لهم والنبي اصلا حافظ القرآن، هيدخلوني كده؟ اروح اي نادي اقول لهم انا رمضان عبد المعز على فكرة انا حافظ القرآن دخلوني بقى؟ يقول لي لا، ده عضوية، صح ولا لا يا حضرات؟ لازم العضوية. فالناس اللي بتطالب انه احنا عايزين الجنة وعايزين ربنا يقبل اعمالنا، هو انت اصلا مؤمن بيه؟ ما دي حاجة عجيبة جدا يعني، ازاي واحد مشرك بالله وهيجي يوم القيامة يقول له أنا عايز من إيه؟ دي جنته، وقال عشان نعمل لك عضوية وتدخلها لازم رقم واحد إنك تبقى مؤمن بالله، موحد بالله. قال لك أنا هسامحك في حاجات كتير بس إلا دي. طبعا نعمل إيه طيب؟ زي إيه؟ هو القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص؟ قلنا له طب غير الشرك يا رب، قال ويغفر ما دون ذلك. أهو كريم. طيب جيت انت واحد دخل امتحان فلقى مكتوب ايه؟ اجب عن السؤال الاول، يبقى السؤال الاول ايه؟ اجباري. وبعد كده جاي له تلات اسئلة قال له اختار منهم واحد. السؤال لو هو حل التلات اسئلة اللي بعد كده وما حلش السؤال الاول هيخسر درجات. ليه؟ لانه السؤال الاول ده اجباري، ده لازم منه. فرقم واحد في حياتنا، رقم واحد إلا الشرك، اوعى الشرك بالله، ابعد عنه. ايه أكبر الكبائر يا رسول الله؟ أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، رقم واحد. طب إيه اللي بعد الإشراك بالله من الكبائر؟ قال عقوق الوالدين. طب إيه تاني؟ كان متكئا، النبي كان يعني مستريح كده ممدد، كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، من أعظم ومن أكبر الكبائر إنك تشهد بحاجة ما حصلتش، إنك تقول فلان ده جه الشغل النهاردة وهو ما جاش، ما دي شهادة زور،
اه فلان كان معانا امبارح وهو ما كانش موجود، دي شهاده زور. امال عايز تسميها ايه؟ تسميها اكراميه؟ هتسميها جدعانه؟ هتسميها فهلوه؟ سميها اللي تسميها شهاده زور. يعني ايه شهاده زور؟ شهدت بما لم يحدث، قلت على حاجه ما حصلتش، ما دي شهاده زور، دي من اكبر الكبائر. فليله النصف من شعبان اللي هل علينا ديت ان شاء الله كمان 5 ليالي ولا حاجه، الليله ديت ربنا بيغفر لجميع خلق الا المشرك. ليه؟ هو دي هو اشترط كده، قال انا ما بغفرش الشرك. ازاي ازاي انا مالي؟ تيجي تقول واحد اصل ربنا حرم الجنه على المشركين، يقول لك هي الجنه بتاعتكم، هو انا اللي حرمتها؟ حاجه عجيبه يا جماعه. لما اقول قال الله تعالى خلاص، هو قال الله مش انا. كل ما نتكلم في الموضوع ده يقول لك هي الجنه بتاعتكم، والله ما بتاعتنا الجنه، مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. اقول لكم ربنا قال ايه عنها؟ هو اللي قال كده، قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. فلما اقول للناس على فكره يا جماعه ربنا حرم الجنه على المشرك، واحد يقول لي يا اخي انتوا ليه بتقولوا كده؟ هو انا اللي قلت ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. ابعد عن الشرك. رقم 2، لا للشحناء، مفيش خصام. اختك اللي مزعلاها روحي رضيها، ما اصلي اصل وفصل، انا مش جهة اختصاص. اهالينا الطيبين يتصلوا بي، طب حط نفسك مكان يا شيخ، اختي عملت فيا ولا اخوي عمل فيا، انا عارف اللي عملوا فيك، وعارف ان هم زعلوك، وعارف ان هم ظلموك، كل ده خلاص خلصت. اه ربنا لا يقبل عمل المتشاحنين، لدرجة شوفوا الحديث بيقول ايه، ان لما بترفع اعمالهم الى الله يقول الله تعالى انظر هذين حتى يصطلحا. طب اللي هذين دول مش دول مثنى؟ 2 يعني. طب ما اكيد واحد هو اللي غلطان والتاني مش غلطان، ليه الاثنين يعني؟ طب ما كان قال مثلا ايه انظروا عمل الغلطان لحد ما يصالح الثاني، ما قالش، قال انظر هذين الاثنين اركنوا اعمالهم حتى يصطلح. فتخيل بقى يبقى واحد صايم وقرا ايتين قران وعمل صدقه ومصلي قيام ليل وضحى وعمل حاجات حلوه واعماله واقفه لسه ما خدش القبول. ليه؟ لانه متخانق مع اخوه، لانه مزعل عمته، لانه مزعل خاله. شفت ازاي؟ فامر خطير جدا يا حضرات. خلونا ناخد اتصالات ونكمل مع حضراتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. مبدئيا انا بحب يعني حابب اقول لحضرتك ان انا بعزك جدا زي والدي الله يرحمه. الله يرحمه رحمه واسعه. كبير بالنسبه لي. يا هانم حضرتك قدوه كبيره. الله يجبر خاطرك يا رب ويرفع قدرك ويرحم والدك رحمه واسعه ويتقبله في الصالحين ويلحقنا به على الخير يا رب. اللهم امين. كنت بس عايزه اسال حضرتك عن حاجتين كده. اتفضلي. طيب انا دلوقتي بشتغل في شركه كمبيوتر، تمام؟ اه في من يعني من ضمن شغلي ان انا بعمل منيوهات للمطاعم والكافيهات والحاجات دي. ففي مره كتبت منيو كان في يعني هو انا ما كنتش عارفه ده هينفع ولا مش هينفع، بس انا اضطريت يعني اكتبه في الوقت ده. كتبت منيو كان في يعني شيش ومعسلات، تمام؟ فهل انا كده هكون شلت ذنب على ان انا عملت الحاجه دي؟ انا وقتها ما كنتش عارفه هل ده حرام او ان انا ما ينفعش اكتبه او لا وكده. وكان في يعني كلمه في من ضمن الاصناف اللي انا يعني كتبتها كلمه يعني كبيره يعني. فانا الصراحه انا بقالي 3 جمعة بحاول اتواصل مع حضرتك، بس حضرتك ما كنتش بتاخد اتصالات وكده، فانا بقالي فتره مش بنام بسبب الموضوع ده. معاكي حق طبعا، معاكي حق انك ما تناميش. فالموضوع يعني وانت بتكتبي بيرة كده ما شدش انتباه، ما لفتش انتباهك؟ ما هو انا يعني سألت بعض زملائي في اللي قال لي انت، يعني انا عايز اسأل سؤال لا سمح الله، اللي جاله مغص يسأل احد زملائه؟
اللي اللي عنبته وجاعه يسأل أحد زملائه؟ ما أنا ما كنتش يعني ما كانش قدامي حد في يعني الوقت. بصراحة أنت جايبة لي عذر أقبح من ذنب. على أي حال ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، يتوب على من تاب. أنا عايز أقول اللي أنت عملتيه دوت لا هو خطأ وحرام. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا ما صممش منيو يعني قائمة ما صممش قائمة مأكولات أو قائمة مشروبات محرمة، لا ما صممهاش، ماليش علاقة بالموضوع ده. ما صممش قائمة علبة السجاير بعشرين جنيه، حجر الشيشة بخمسة جنيه، طبعا ما اعرفش الاسعار ولا الحاجات دي، مش عارف البيرة بعشرين جنيه ولا ما اعرفش يعني اي مكان، يعني ما صممش حاجة زي كده، ماليش علاقة بالقصة دي خالص. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت عملت الموضوع ده صدر بقى بطريق الإهمال منك او بطريق الخطأ او انت لم تحتاطي جيدا وعملتي خلاص، لا استغفر ربنا وتوبي إليه. واذا كان جالك اجر مباشر على هذا العمل خلاص تصدقي بهذا الاجر، وانت عارفة انك بتتصدقي به انك بتتخلصي من هذا المال، خدي بالك بتتخلصي منه، انما لازم ابقى عارف ان الله طيب لا يقبل الا الايه الطيب. الا الطيب، يعني مش حد جاله 200 جنيه من الشغلانه ديت فعمل نفسه بقى راح حطهم في صندوق الجامع بقى انه عمل صدقه، نقول له لا، ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. امال هو عمل ايه؟ هو اتخلص من هذا المال عشان ما يأذيهوش. تمام. كل لحم يعني نبت من حرام فالنار اولى به. فاللي حصل على فلوس حرام تمام وما يعرفش يرجعها لمصدرها مثلا فبيتخلص منها، تمام كده؟ تمام. طب بس هو انا يعني هو طبعا انا باخد راتب شهري فمش عارفه يعني الجزئيه دي يعني اطلع عليها قد ايه او هعمل قد ايه بالظبط عشان انا كنت دقيق في سؤال في كلامي، قلت اذا الشغلانه ديت جه منها مبلغ انا عارفه هعمل كذا، ما جاش اديني بقدر مبلغ كده وبطلعه. طيب يا جماعه انا يعني عشان بنتنا السائله دي سالتنا السؤال ده مهم جدا، احتاطوا جيدا للقمه العيش اللي بتدخلوها في بطون حضراتكم. ليه؟ اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. ليه برضو؟ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. لازم ناخد بالنا من الجزئية دي عشان ربنا يبارك لنا في 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 حياتنا. ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا، قلنا له نعم، أكلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات مش ناكل حاجة فيها شبهة لا سمح الله. تفضلي. طيب السؤال الثاني هو يعني في بعض الالعاب اللي هي العاب الاطفال مثلا والحاجات اللي زي كده بيبقى فيها اللي هو الزهر اللي هو النرد ده، لا يجوز. هل الالعاب دي حرام؟ ما انا قلت اهو لا يجوز، يعني يعني بلاش مساله، هي مش كل حاجه حرام ودرجات التحريم متفاوته بقى احنا خلاص اللعبه اللي فيها نرد والحاجات دي لا بلاش منها. طيب خلاص، متشكره جدا يا شيخ. لا تحت امرك، تحت امرك. ادعي لي ربنا ربنا يصلح حالك يا رب ويرحم والدك رحمه واسعه ويتقبله في الصالحين. شكرا لك، السلام عليكم. عرفنا ليله النصف من شعبان يا حضرات، الحمد لله ربنا عافانا من الشرك، اللهم لك الحمد يا رب. طيب عايزين كمان الحمد لله ربنا يعافينا وينجينا من الشحناء ويحفظنا من الشحناء. شوفوا انا عارف انه يعني خلينا نبقى واقعي أكثر، أنا عارف أنه فلان زعلك قريبك وعمل موقف معاك كل ما تتذكره يؤلمك هذا الموقف، يعني أنا عارف، بس اعملوا ذلك لله. ربنا يقول فمن عفا وأصلح أيوة فألف أجره على الله. ربنا بيقول وسارعوا وسارعوا، مش امشوا مش تأنوا، لا اجروا. اجري فين يا رب؟ قال الى مغفرة من ربكم. من عايز ربنا يغفر له؟ جاوبوني لو سمحتوا. من عايز ربنا يغفر له؟ انا كله بقول انا. حلو. وجنة عرضها السماوات والارض، مين عايز جنة ربنا عرضها السماوات والارض؟ احنا كلنا. فربنا قال خدوا بالكم اعدت للمتقين.
اتجهزت للمتقين. قلنا لهم ما مين دول المتقين عشان نبقى منهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء، الناس اللي بتدفع فلوس يعني وتتصدق وبتنفق، والكاظمين الغيظ اللي بيضبط انفعالاته يعني، وكمان قال والعافين عن الناس. طب ايه اللي بعد والعافين عن الناس؟ قال والله يحب المحسنين، ان تحسن لمن اساء اليك. والله هو ده عرض تاخده او ترفضه، دي حاجه ترجع لك. بس في ناس احيانا يقعد يتصل بالشيخ يجادل معه. لا مش هكلمه. يا عم تكلمه او ما تكلمهش، ده قرارك. شوف ازاي. وعلى فكرة احنا هنقف بين يدي الله، انت كل واحد معاه ملفه الشخصي. ولقد جئتمونا فرادا. شوف ازاي. نجاحك ده ملف شخصي، مش ملف عائلي، مش ملف اجتماعي. قال من عمل صالحا فلنفسه. قال قد جاءكم بصائر من ربكم، أيوة، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. شوف الآيات واضحة ازاي. فده مشروع شخصي، نجاحك ده مشروع شخصي بتاعك انت. عشان الناس بتتخيل يقولك اصل المشايخ عايزين يدخلونا في طريق معين، احنا بنبينهولك. الآية القرآنية في آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. حلو. نفسنا في مغفرة من ربنا. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أهل الجنة، أيوة جنة هو، من لمين؟ للمتقين. لو ما مين المتقين؟ قال لك اللي بينفقوا، مش البخلة يعني، مش الشحيح، مش الناس الأشحة، لا، الذين ينفقون فين؟ في السراء والضراء، في كل الأحوال. والكاظمين الغيظ، مش اللي روحه في مناخيره. مش اللي خلقه في مناخيره، مش عمال يتخلق ويتعصب وأي حاجة. ايه ده؟ ايه ده الزحمة دي؟ ايه الناس دول؟ ايه اللي بيعدي ده؟ ايه اللي راكن ده؟ تركب جنب واحد في السيارة وماشي في الطريق، يقعد مش عاجبه حاجة، كل الناس ما بتعرفش تسوق وهو ما شاء الله الجينيوس العبقري، عمال يعدل على اللي رايح واللي جاي، كل الناس غلطانة وهو اللي ماشي صح. بالراحة يا عم الحاج على نفسك. طبعا في اخواننا دلوقتي في في اللي سايقين السيارات هيقول له اه والله معاك حق يا شيخ، هو عامل نفسه الشارع بتاعه، يلتمس لنفسه العذر انما لا يلتمس لغيره. يعني هو عنده استعداد يقف في تقاطع عشان يسأل عشان تايه. فلما حد يكلم قصته ايه الدنيا طارد، بسأل على عنوان. في حين لو واحد هو اللي واقف مكانه يقعد يكلكل، هو دي واقفه برضه، هي دي واقفه برضه، معلش الراجل تايه. لازم نلتمس لبعض. قال والكاظمين الغيظ، اللي بيكظم الغيظ بتاعه. قلنا له ايه كمان يا رب؟ اللي هينال الجنه والمغفره. قال والعافين عن الناس، اللي بيعفو. السؤال يعني كل ما نتكلم عن العفو يقول لك اصل انت ما تعرفش هو عمل ايه. هو القران لما بيقول لك اعفو، بيقول لك اعفو عن مين؟ يعني واحد قال لي السلام عليكم، فقال له بص انا عفيت عنك. ما اكيد العفو ده عن واحد ظلم. قال وان اعفو عمن ظلمني. فما يجيش واحد لما نقول العفو يقول لي لا اصل هو ظلمني، ما انا عارف انه ظلمك، امال انت هتعفو عن واحد احسن اليك؟ ما دي حاجه عجيبه يعني. فلا لا لا، انت ما تعرفش هو عمل ايه. النبي قال وان اعفو عمن ظلمني، مش أعفو عمن أكرمني، وأعفو عمن أعطاني، وأعفو عمن بدأني بالسلام والتحية. قال عمن ظلمني. قال والعافين عن الناس. بعدها قال والله يحب المحسنين. ناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. معك إيهاب. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب، تفضل يا حبيبي. أنا لي عندك رجاء ولي سؤال. أوكي. تحت أمرك، تفضل يا حبيبي. الرجاء ان في كل صلاه حضرتك هتصليها اول ما الامام او حاجه تقول استووا ادعي لي بظهر الغيب. ده انت منقي تنقيه يعني. اول ما اقول استووا يعني عشان بس حضرتك تفتكرني المتصل اللي اسمه ايهاب، ادعي لي باللي انت عايز تدعي لي اصلا بيه، مش كده؟ واقول للامام ادينا بس 3 4 دقايق عشان بدعي لايهاب. هي دعوه واحده بس. استنوا يا جماعه، يا امام يا استاب، انا بدعي لايهاب. يقولوا لي خد ايهاب واطلع بره.
طيب السؤال بقى، ربنا يكرمك يا إيهاب يا رب، حاجة النبي يرضى عنك يسر لك أمرك يا رب العالمين. أنا والدتي كان لها إخوات وتوفاهم الله كلهم بالكامل تمام الله يرحمه، هي حاليا مقطعة ولاد بنات أختها لأسباب بسيطة جدا، يعني أسباب عادية، يعني ما فيش مشاكل أي حاجة تام. وأكتر من مرة أقولها تكلميهم، طب هم يكلموا الكلام ده كله، هي برضو يعني رافضة القصة أصلا ديت. وأنا يعني كتر الكلام معها في حاجة زي كده بتسبب مشاكل ما بيني وما بينها، فأنا وقفت عن القصة دي اللي أنا أقولها. طب بص بص يا إيهاب، هم اللي يكلموا ماما لأن مامتك خالتهم صح؟ تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم، تمام، مش ان هنقول للام كلمي بناتك، احنا نقول للبنات كلموا امكم. تمام. هم حاولوا يتكلموا ساعتها ما تردش عليها. هقول لك ماما ربنا يعطيها الصحه والعافيه، عندها كم سنه؟ إيه 70 سنه. حلو قوي. ماما من سكان القاهره ولا برا القاهره؟ القاهره يا فندم ان شاء الله. حلو قوي. يعني لما تكلم بنات خالتك دول اولاد خالتك، تمام، ويجيبوا بقى اللي هتجيب تورتايه واللي هتجيب هديه لماما والكلام ده، وانت تمام. تبقى موجود، وحد ماما بتعزه، يعني ماما بتحب شخصية معينة، صاحبتها، فلان الفلاني، حد كده يعني يتواجد ويدخلوا عليها ويعتذروا، والله يا انت مش خالتي بس، ده انت امنا، ويبصوا راسها وبتاع، والشخصية الاعتبارية الجميلة دي اللي موجودة، خلاص بقى يا ست الحبايب بقى والناس جولك وبتاع، وخلاص الموضوع يتم. انا اشوف انه يتم بالصورة دي. وكم من المشاكل اللي كان في قطيعة رحم تمت بالموضوع ده، والموضوع نجح وزي الفل. تمام. واخد بالك؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. يعني احنا عملناه مع ناس كتيره قبل كده يعني. تمام. بنخش بقى بتقولنا كده، وبعدين بقى يا عم خلاص بقى، طب عشان خاطر يا شيخ مجيتك على يا عم انت اللي على راسي، لا والله خلاص الموضوع انتهى بقى، ما تزعلناش بقى، يعني هنروح يا اخي اعتبر ان النبي جالك عليه الصلاه والسلام. تمام. يعني لو النبي موجود كان هيعمل كده صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك رب العالمين، ومسكر مسكر كده حبيبي يا ابو حبيبي يا هاب، ربنا يكرمك. اوعى تنسى تستو. ايه؟ اوعى تنسى اول مره. اكذب عليك؟ استو. لا ما تكذبش عليك، انت ليك عليا ان انا ادعي لك، ادعي لك بقى في استو، استوينا ما استويناش. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع فارق التشبيه طبعا، يا هاب اخونا وحبيبنا. ده واحد وقف قدام الكعبة فعايز يدعي ربنا دعوة، فهو منشن قوي ومسنطر الدعوة بتاعته في حتة معينة. فهو واقف قدام الكعبة بيقول ايه؟ اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. خدوا بالكم، هو بيقول من العشرة مش مع العشرة، اصل مع العشرة انا وانتو كلنا يا رب اجعلنا معاهم الصحابة، يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهكذا. فهو بيقول اللهم اجعلني من، يحط يعني هو من العشرة. فواحد صاحبنا رد عليه قال له يعني هو هيشيل واحد من العشرة ويحط اسمك انت. فربنا يا رب يمن علينا كلنا بالجنة، وبنرفع شعار لا للشحناء لا للخصام. طبعا الكلام انا بقوله ده هيزعل ناس كتير، مش هيزعل ناس كتير، هو في المقام الاول مزعل ابليس شخصيا، يعني ابليس زمانه زعلان ومخنوق مني دلوقتي ومش طايقني، لانه ابليس عايز يفوت علينا فرصة. ده احنا ما بنصدق، والله ما بنصدق، جاي لنا ليلة ربنا بيغفر كل حاجة، بيغفرها، يعني بنعمل ريستارت للجهاز، احنا بنعمل سوفت وير، بنعمل ضبط من جديد، بتمسح، بتفتح صفحة جديدة، بيغفر، ربنا بيغفر كل اللي عدى، بيغفره. فتخيل بقى اللي عنده 40 سنة ولا عنده 60 سنة ولا عنده 50 سنة، ربنا يغفره كل حاجة، كل حاجة في ليلة. طيب يعني هل في عاقل يضحي بمغفرة ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض عشان خاطر نفسه مش مطوعاه انه يرفع سماعة التليفون ويا عم سيد، يا عم سيد انا هو يا عم بعتذر لك، انا يا سيدي يعني اعتبرني انا غلطان يا عم الحاج، انا بعتذر لك وعفى الله عما سلف ونبدأ صفحة جديدة واحنا في ايام مفترجة وكل سنة وانت طيب. هم البوقين دول صعب قوي على نفسي،
آه صعب. طب هم أصعب ولا فوات مغفرة سنين فاتت؟ ها يعني واحد يضحي بمغفرة 30-40 سنة ولا يقول يعمل مكالمة زي كده؟ يا جماعة الدواء مر وبناخده عشان العافية، محدش بيحب وغز الإبر، لكن لما بيبقوا عايزين تحاليل ولا إبر لازم ياخدها. محدش يحب شرطة مشرط، لكن لو اضطروا ان هم يستأصلوا له الزائدة الدودية او يعملوا له اللوز ولا الكلام ده بيخش العمليات وبيعملها. ليه حبا في المشرط، حبا في الإبرة، حبا في الدواء المر؟ لا، امال ايه؟ حبا في العافية، هو عايز يبقى سليم، حبا في الجنة، حبا في المغفرة، نعمل نسامح بعض. ودايما الشيطان بقى مش مشكلة يقولك لا وكرامتك وانت مغلطش وازاي وما تزلش نفسك وما تقلش قيمتك. اقل قيمتي ايه؟ ده انا برفع قيمتي، ده انا بحط نفسي مع الانبياء والاولياء والصالحين. النبي يعفو ويصفح، مش احنا عارفين وصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ انه لموصوف في التوراة ببعض صفاته، ببعض صفاته في القرآن. النبي موصوف كده في التوراة. موصوف ايه بقى في التوراة؟ وصف النبي في التوراة ايه؟ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، حرزا يعني وقاية وامان يعني، وحرزا للاميين، انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. شفت النبي اسمه ايه؟ المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا بيشتم ولا بيعلي صوته ولا بيزعل حد ولا بيقول كلام خارج. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة السيئة، ما بيردش على الإساءة بإساءة. النبي ما بيردش على الإساءة بإساءة، ما بيردش على الإساءة بقطيعة. أمال بيعمل إيه؟ ولكن يعفو ويصفح. يزعلك إن أنا عايزك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده مزعلك قوي يا اختي؟ مزعلك ان انا بقول خليكي مع النبي؟ مزعلك ان انا عايزك تبقي من العافين عن الناس؟ طب القران بيقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، رد احسن. فبعدين قال ايه؟ وما يلقاها الا الذين صبروا، هتبقى من الصابرين. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، هتبقى من اصحاب الحظ العظيم. وبعدين قال لي ايه بعدها؟ خدوا بالكم من الايات اللي بعدها. يا نهار ابيض على الابداع، والله العظيم ده ابداع في كلام الحق سبحانه وتعالى. قال لي انت هتبقى من الصابرين وهتبقى ذو حظ عظيم، رد الاساءة بالحسنة. انا عمال اخد ودي مع نفسي بقى. فقال لي ايه بقى بعدها؟ قال لي واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ليه؟ ما الشيطان هينزغنك بقى، يقول لك لا وانت غلطان وانت غلطان وانت غلطان وانت غلطان. يقعد بقى يسمعني دي، يمررني بالجملة دي، لا انت مغلط، هو اللي يجي، انا مش عارف ايه. هو مش هيجي لانه هو مش عايز يشتري الجنة، انا اللي عايز اشتريها. خلاص ادفع بقى، مش عايز، انت عايز رحمة ربنا، انت عايز مغفرة ربنا. فقال لي واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ربنا سامع شكوانا وعليم بينا سبحانه وتعالى. ربنا مش هيقول لنا على حاجة نعملها وفيها ضرر لنا، مش قادر، هو الشيطان اللي مسول لك ده. ازاي ما تضغطوش عليا؟ لا احنا بنخاف عليك، وبصراحة مش عايزينك تفوت الفرصة دي يا اخي. بقول لك ربنا يغفر لك سنينك اللي عدت، عايز تاني؟ المغفرة دي كلها متوقفة على مكالمة تليفون. طب انا اقول لك على حاجه، تخيل واحد جاي يقول لك ايه؟ انا معروض عليا يديني 100,000 دولار، بس بشرط. تقول له ايه هو الشرط؟ اكلم واحد اقول له انا غلطان وحقك عليا. تقول له يا راجل انت بتهزر، انت بتهزر يا راجل، انت هات لي ده. انا اقول قد الجمله ديت، اقول 10,000 جملة الا فيها 100,000 دولار، ولا كنوز الدنيا كلها تعدل مغفرة ربنا، ولا كنوز الدنيا كلها تساوي
خد بالك موضع صوت أحدكم في الجنة. عارف يعني إيه موضع صوت أحدكم في الجنة؟ عارف حتة العصاية؟ العصاية العصا، العصا اللي من عصا حطها على الأرض كده وشوفها هي خدت مساحة كم سنتي من الأرض. اللي له كم سنتي في الجنة، كم سنتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فاوعى تفوته في ليلة النصف من شعبان ومغفرة ليلة النصف من شعبان. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخ. وإياكم يا أخت. بحترم فعلا فتواك كلها. الله يكبر خطرك يا رب ويرفع قدرك. تفضل. الله يخليك. أنا عندي كان أمي، أنا بنت وفي أخين. أيوة. وكانت أمي بتقعد كل 15 يوم عند واحد من الناس. أيوة. نخدمها لأنها كان عندها زهايمر. أيوة. فأنا كنت باخد أمي معايا في كل حتة بروحها، أروح اسكندرية أخدها معايا، أروح هنا أخدها معايا في البيت هنا عندي. فجت آخر مرة كانت عندي 21 يناير، كان عندي الأسبوعين بتوعي، وبعدين مشت راحت أخويا. وبعدين مشت؟ قعدت عند أخويا، راحت عند أخويا. تمام. قعدت عند أسبوعين، وكانت في الآخر هتروح عند أخويا الكبير. أيوة. فجالها كورونا في الآخر من أخويا، كانت عادة وجالها كورونا. فبعد 10 أيام لقيت أخويا بيكلمني وبيقول لي أجيب لك أمك عشان أنت دور تاني وأخوك دور رابع وصعب أنها تطلع وتعبانة وكده. فقلت له طيب ممكن تعمل لها المسحة وبعدين تيجي عندي على عيني وعلى راسي أطمن، لأن زوجي راجل كبير سنة برضو أكبر من أمي 3 سنين وبنات. فقال لي يعني أنت مش عايزة تاخد أمك؟ قلت له لا، هاخدها على عيني وعلى راسي، بس هشوف أخدها عندي في البيت ولا اقعد بيها في شقه ثانيه، انا اخدمها انا. ايوه. امي على راسي. فقال لي يعني زعق معايا، المهم زعقت معايا وقلت له اعمل المسحه بس ونشوف. وبعد كده راح اعمل مسحه عاديه خالص مش بي سي ار، وقال لي ما فيش كورونا، ووريتها للدكتور قال لي تمام خديها عندك بس ايه البسي الكمامه وخدي احتياطات. قلت خلاص هتيجي عندي. بعد كده بكلم اخويا الكبير وكده، بصيت لقيته بيقول لي ايه زعل، وقال لي هو قال لي ان انت زعقتي معاه وكده. وعموما امك دخلت المستشفى. خلاص افتحي امك دخلت المستشفى. فانا قعدت اعيط وقلت طيب. شوفي يا اختي، كل الخطوات اللي انت قلتيها لحد دلوقتي خطوات طبيعيه ومنطقيه وما تزعلش ربنا. انا قعدت اعيط النبي... قلت انا مش بره بامي كده، حسيت ان لا 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 لا, لا استني بس مكسرة. عشان ده مدخل من مداخل الشيطان. لا انت انسانه جميله وعلى راسنا من فوق. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يورد ممرض على مصح. يعني احنا اذا كان حد مريض مرض في عدوى زي وباء الكورونا والكلام ده، نيجي نقول لا لازم نطمن. انت ما منعتيش انك تشيلي مامتك على راسك، انت أيوة. بتقولي يا جماعة احنا عايزين نعمل لها مسحة نطمن في كورونا ولا ما فيش كورونا. ليه؟ في حالة في كورونا في ناس عندك في البيت بلمس. أيوة. انا كده فهمت صح؟ أيوة. زوجك راجل كبير في السن وممكن يلقط العدوى، وده أيوة. ما يرضيش ربنا وده يبقى حرام. أيوة. لانه انت مؤتمنة على اهل البيت. أيوة. انت قلتي احنا بس عايزين نعرف عندها كورونا ولا ما عندهاش كورونا. لو ما عندهاش كورونا خير وبركة تيجي على راسنا من فوق. لو عندها كورونا، انت حتى قلت مش هاخدها، انت قلتي هقعد بيها في شقة في مكان اخر. ايوه ايوه. ايه بقى الخطأ؟ ايه الجرم اللي انت ارتكبتيه؟ انا شايف مفيش اي حاجة لحد دلوقتي. حسيت ان انا قصرت وقعدت ادعي ربنا واعيط. لا لا، جت بقى الام، جت الام بقى الله يرحمها، تطورت حالتها فتم نقلها للمستشفى. انت قعدت اسبوع في المستشفى وانا ببكي عليها وبقول يا رب ما تحرمني من برها، يا رب تخرج واخدها. لا لا لا، انت امي خرجت بالسلامه من المستشفى. لا لا انت، وقلت طب... له وديها بيتها وطلعها على كرسي وانا حاجي اخدمها. وخدت اجازه من شغلي قعدت اخدمها 12 يوم لغايه امي بقى كانت تقول لي انت امي. طيب يعني انت انت كنت معاها حتى وفاتها لحد وفاتها؟ والله. طب امال انت امال انت قلبه الدنيا ليه؟ ده انت حسستيني ان انت ما شفتهاش وراحت المستشفى توفاها الله. لا لا لا، انا قعدت معاها وخدمتها ال 12 يوم لحد وفاتها، وكلهم بيروحوا بيوتهم وانا اللي قاعده معاها. بص يا اختي، ليل نهار اكلها وشربها. انا هقول لك ايه قرانيه تاثر عليك الطريق. ربنا سبحانه وتعالى قال انما النجوى من الشيطان
ليحزن الذين آمنوا. هو الشيطان عايز ينكد عليك. هو الشيطان عايز ينكد عليك، فعايز يقول لك ايه، انت رفضت امك، انت مش برة، انت انسانة عقة. كان المفروض هو الشيطان عايز يقول لك كده، صح ولا انا بتهيأ لي؟ ايوه. في حين انه ما حصلش، انت لحد ما وفاتها وانت في خدمتها، في خدمتها طبعا، وهي قالت لك جمل بتبين لك انها راضية عنك كل الرضا، صح ولا انا غلطان؟ بتقول الله يرضى عنك، انت امي. طيب لولاكي انا بقيت ابكي، اقول لها ده انت لامي. والله بعد ما كنت كل مره اوديها الحمام او اجيبها وكده كانت عايزه تبوس ايدي، انا لو اتبوس يا خبر ابيض، عملت لك اللي ما يعمل مش هوافيكي حق يا امي والله. طب ما انت ربنا رضاك اهو يا اختي، امال ايه المشكله يعني؟ سبحان الله. انا المهم بقى الجزئيه الثانيه بقى، اخوكي انها هتوفت يوم الثلاث، اخويا جه. استني بقى، اخوكي قال لك انت زعلت اخوكي. المهم انت واخواتك عاملين ايه مع بعض دلوقتي؟ انا يوم الوفاه كانت يوم الثلاث، قلت لهم انا امكم. انا امكم، امكم ماتت، انا امكم، تقلقوش. قلتهم اخويا الكبير، قلت له تعالى اللقاء نصيب امك بتنادي على الاموات كلها. اول ما دخل قالت له هات حضني، حضنها اخويا الثاني، حضنها، حضنت كلنا، حضنت. طب الحمد، طب يا ست الحمد لله، ما يعني ختم لها بالخير اهوت، ويا ان شاء الله في عداد الشهداء. المهم انت واخواتك الحمد لله زي الفل. الحمد لله، الحمد بس لله. ده اهم حاجه. الحمد لله. رحم الله والدتك رحمه واسعه، وتقبلها في عداد الشهداء، وربنا يلحقنا بها على الخير. شكرا لاتصالك. اللهم امين. متشكره لحضرتك، تحت امرك يا اختي. السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه. عشان شفتوا يا جماعه، والله العظيم شفتوا اختنا الكريمه اللي لسه متصله حالا دلوقتي، شفتوا قد ايه الناس بيفرق معاها رضا ربنا؟ هي عايزة ترضى ربنا الآن، هي كانت في خدمة أمها حتى وفاتها، وهي وإخواتها الحمد لله مترابطين، بس يعني برضو النفس لا يكون أنا مقصرة، هو أنا مش بره بأمي. أنا شفتوا الناس اللي بتتاجر مع ربنا، وهو ده من صفات المؤمنين اللي جات في آخر سورة المؤمنون في القرآن في الجزء الـ18. ربنا قال عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني إيه؟ الناس المؤمنين بيعملوا الصالحات وبيعملوا الخيرات وبرضو قلقانين، يعمل عمرة وهو راجع يقول يا بس ربنا يتقبل، أصلا حاسس أن أنا غلطت، أصلا حاسس أن أنا مش عملتها كما ينبغي. ده المؤمن كده. المؤمن يبر والديه ويشيلهم على راسه من فوق، ولما حد يموت منهم يحس بالندم ويحس بالتقصير، لا انا كنت مقصر يا عم. اذا كان المرحوم نفسه قالك انا راضي عنك، لا 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 شكله كنت مقصر، يا خساره انا اصلا في يوم من الايام كده مش عارف ايه، كان صوتي عالي شويه مش قدامه، بس يعني مش عليه، عارف بقى بيقعد ايه اللي هو جلد الذات. لأنه المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، ويخاف أنه الجبل ده يقع عليه. والمنافق عارف الذباب، بلاش، عارف الذرات اللي بتطلع في الهواء ده، هو بيشوف الذنوب بتاعته كده حاجة كده زي الهموش. ده المنافق. فمن علامات الإيمان تلاقي دايما المؤمن قلقان. ناخد اتصال. سلام عليكم. ألو. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا ومرحبا. يا دكتور. الله يكرمك يا رب ويكبر خاطرك. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. الله يكرمك، تفضلي يا أختي. أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده، وكان عندي مشكلة كبيرة جدا ما بين جوزي وإخواته في مشكلة الورث. أيوه. المهم انا دلوقتي توصلت ان هم عايزين يخلصوا موضوع الورث ده، ولكن عايزين هو يدفع فلوس اكتر من حقهم. يا كده يا اما خلاص بلاش، احنا مش عايزين نعرفه. أيوه. وانا نفسيا تعبانه انا. طيب مين قدر ان الفلوس دي اكتر من حقهم؟ يعني مين اللي قيم الجزئيه دي؟ انتوا بس؟ لا ما احنا طيب. بنقول لهم، احنا بنقول لهم تعالوا نقعد ونحسب الحسابات بما يرضي الله. هما بيقولوا احنا مش عايزين نحسب، لان الموضوع ده من 2008.
يا رب يكونوا سامعيني دلوقتي اخواته يا رب. ماشي. الموضوع ده من 2008، فاحنا بنقول لهم احنا نقعد ونشوف الحسابات. يعني بقاله 14 سنة. بالضبط. احنا مش عايزين نقعد ولا عايزين محاسب قانون. هو التركة دي عبارة عن ايه؟ شركة ولا ارض ولا فلوس؟ شركة وعقارات. حلو قوي. في 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 عهدة مين الحاجات دي؟ جوزك. هم كانوا قاعدين عملوا محضر اتفاق في 2008. الحاجة دي ماشي، أنا غير محضر الحاجة دي مع مين؟ مع جوزك ولا معاهم؟ لا معاهم، هم دلوقتي هم معاهم جزء ومع حازم مع جوزي جزء، ولكن هو يعني معهوش أوراق وهم معهمش أوراق، فمحدش عارف يتصرف في حاجة. طب ليه ما طلعوش على دار الإفتاء في لجنة تفضي المنازعات؟ يا ريت والله يا دكتور، ولكن انا مش عارفه هم مش مسموعين. هم من سكان القاهره ولا بره القاهره؟ لا في القاهره، انا رحت الاخت من 4 سنين. طيب ده دار الافتاء في الدراسه، يعني هم هيسافروا كوالالمبور؟ ما هو ما فيش اتفاق ما بينهم يا دكتور ان هم. طيب مش هم حضرتك بتقولي دلوقتي ان هم وافقوا على الصلح بس هياخدوا اكتر من حقهم؟ بالظبط. خلاص تعالوا. طب ماشي يا جماعه، تعالوا نروح لجنة فض المنازعات جهة عشان تكتب لنا عقد الصلح، مش احنا هنصطلح خلاص؟ ما عندهمش استعداد يا دكتور، ما عندهمش استعداد. طب يعني انا دلوقتي في نزاع، يا اما ناخد الفلوس دي يا اما بلاش، يا اما خلينا ماشيين قواضي ومحاكم. وانا رحت الاخت من 4 شهور وقلت لها يعني احمد ربنا ان كنتوا الاربعه لسه عايشين في الحق. خدي بال حضرتك، انا بتكلم كده كلام في العموم صح؟ انما في التقاضي لازم نسمع من كل طرف، ولازم كل طرف يقدم لنا اللي عنده من مستندات او كلام او حجج، صح كده؟ اعمل ايه يا دكتور؟ سمعاني يا هانم؟ نعم سمعاني؟ ايوه انا سامع حضرتك. طب انا اعمل ايه يا دكتور؟ ما انا بقول لك احنا محتاجين حد ذو ثقل يتكلم مع الطرفين. يا جماعه تعالوا، ايوه عايزين نتحاكم، يبقى هنجيب الطرفين يقعدوا في مكان واحد وحكم يحكم ما بينهم، لازم يسمع من الطرف الاول ولازم يسمع من الطرف الثاني. يعني انا على المستوى الشخصي دلوقتي انا بسمع من طرف واحد بس، صح ولا لا؟ صح. فبتكلم كلام عام، اكيد هم عندهم مبرراتهم. صح. فانا بتكلم كلام عام، ايه الكلام العام؟ ان احنا عايزين لجنه او شخص بيفهم، والناس دي تقعد، كل واحد البينه على المدعي، كل واحد يقول اللي عنده، وبعدين نصل الى حكم، وبعد الحكم نعمل كده عقد نسميه عقد تصالح، عقد اتفاق، ونكتب بقى البنود بتاعتنا ونقوم حبايب. يعني انا دلوقتي اصل انا عايز اقول هي دي حاجه بتتوه، دي حاجه ما تتوهش يا جماعه، مش ربنا بيقول ان فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. تعالى يا عم، هو احنا هنمشي ورا دماغ كل واحد؟ قول اللي عندك وانت قول اللي عندك. المهم مدى الاستجابه يا دكتور. طب ودي نعمل لها ايه بقى؟ انا اسقيهم يعني اسقيهم حاجه عشان تبقى استجابتهم عاليه؟ احنا نعمل لهم ايه؟ طيب انا رحت الاخت منهم وقلت لها احمد ربنا ان كنتوا عايشين، ولكن في الشهرين اللي فاتوا في واحده منهم توفاها الله، واصغر واحده فيهم. يعني خلاص هم ورا كله، يعني كل واحد على قد عمره هياخد. طب وبعدين هتقابلوا ربنا ازاي يا جماعه؟ عايزين نخلص، محدش واخد حاجه. ما احنا بنقول اهو بقى يا هانم، لازم حد. بصي، هو في كالون من غير مفتاح؟ لا. طيب الناس دي ليها مفتاح، وزوجك له مفتاح، نجيب واحد يكلم جوزك، تعالى يا فلان، ويكون الواحد ده له ثقه لجوزك بيسمع له، ويكلم الناس التانيه، تمام كده؟ تعالوا يا جماعه. حصل يا دكتور. حصل ورحت للمحامي بتاعهم، يعني جوزي راح للمحامي بتاعهم لغايه عند هو. لا هو على فكره اللي انا قلته ده ما حصلش. اللي هو ايه؟ هو انت بتقولي حصل، فايه اللي حصل؟ احنا جبنا مفتاح الناس دول؟ ما جبناهوش. انت بتقولي جوزك راح للمحامي. انا قلت مفتاحهم المحامي بتاعهم. مين قال؟ تفتكري يعني انا مفتاح المحامي بتاعي؟ لا. طيب انا مفتاحي شيخي مثلا، انا مفتاحي امي مثلا، اخويا الكبير مثلا، شفت ازاي؟ كل واحد وله مفتاحه. شوف ازاي، لو شيخ حبيبي بحبه، لو رفع سماعه التليفون طلب مني على راسي حبيبي، ما اقدرش اقول له لا، هقول له تعالى عشان خاطري، حاضر هروح له. يعني راي حضرتك ان انا اتجه لدار الافتاء؟
احنا رجعنا. هو دار الافتاء هيعملوا ايه يا دكتور؟ معلش انا هيعمل، استني واحده واحده. دار الافتاء هيعملوا ايه؟ هيكلموا جوزك يقولوا له تعالى؟ هيقنعوه؟ هو اللي لازم يروح لهم. اروح له اخده واروح للدار. والطرف الثاني هيروحوا؟ ما اعرفش مدى استجابته. طب ازاي بقى هتتحل المشكله ما بين جوزك واخواته؟ لو جوزك راح لوحده ملوش اي يعني، ما فيش اي اعتبار، مش هنعمل اي حاجه. لو هم راحوا لوحدهم من غير جوزك برضو مش هنحل المشكله. تخيل مشكله ما بين زوجين، الزوج لوحده والزوجه لوحدها، طب هنحلها ازاي؟ طيب معايا؟ فما انا قلت اهو الحل الامثل انه يتدخل الناس الصالحين اللي هم الناس دول. في حد بيأثر عليهم؟ مين؟ الحاج ابراهيم. يا حاج ابراهيم، يا حاج ابراهيم، عايزين نصلح الناس دول على اخوهم. طب اخوهم جاهز؟ جاهز يقعد. طب خلاص انا هجيبهم لك ونيجي نقعد. الحل بتيجي كده. واحنا عندنا في بلادنا وفي قرانا وفي الفلاحين والصعايدة بيتم كده. وايه؟ ايوه يا دكتور انا سامع حضرتك. بيتم كده الاعداد. لا لازم تيجي معايا، انا جيت لك، يلا نقوم نحل الموضوع. اللي بيقولك اللي مالوش كبير ايه بيشتري له كبير. احنا عندنا كل حد فينا له كبير، له مفتاح. فلازم الناس دول حد يأثر عليهم ويقعدهم مع جوزك، ويبقوا رجالة موجودين، 3 4 5 رجالة، وبيحكموا احكام عرفية في المكان. لا يا جماعة الحق حبيب الله، فلان انت المفروض تبقى مدين ليهم بكذا وانتوا مدينين ليه بكذا، ومش هنمشي دلوقتي لما نكتب محضر صلح. ايوه بتتم الموضوع كده. انما انا على الهوا بوجه الرسائل، بوجه رسائل بس. تمام تمام يا دكتور، تحت امرك يا استاذ. شكرا ليك، ربنا يصلح الحال. شكرا. يا رب يصلح. اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم اصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. خلونا يا جماعه نستسمع حضراتكم، نطلع لفاصل تلتقطون فيه الأنفاس، وأعود إليكم بعده بمشيئة الله تبارك وتعالى. ابقوا معنا، أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية، وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وهنا وسرور. وأسأل الله العلي القدير أن يمن عليكم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. احنا خلاص قربنا على نص شعبان، وذكرنا نفسنا وحضراتكم بهدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحمد لله ربنا نجانا وعافانا من الشرك. الحاجة التانية الشحناء، ما قلنا ما فيش عائل يضيع مغفرة سنين ويضيع جنة عرضها السماوات والأرض عشان مكالمة تليفون. اتصلت وما ردش، بعت له رسالة ما ردش علي، رحت له قفل الباب فوش، خلاص عملت اللي عليك. المهم أدوا الذي عليكم، النتائج دي مش بتاعتنا. رحت قلت له يا فلان، يا سيدي مسامح كريم وربنا غفور رحيم وعفى الله عما سلف، يا سيدي حقك علي. أم قفل الباب فوش، بركة انها جت منه. بقى خلاص انا عملت اللي عليا، معذرة الى ربكم. شوف انت عليك تاخد بالاسباب، عشان بس ايه ما تقوليش اصلي انا ما، النتائج مش بتاعتنا، النتائج مش بتاعتنا، احنا نعمل اللي علينا وناخد اتصال، نعمل اللي علينا وناخد اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يخليك، صحتك كل سنة حضرتك طيب. كل عام وانتم بخير يا فندم. الله يخليك. كنت عايز استفسر من حضرتك عن حاجه لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. الله يخليك. ليا اختي توفاها الله قبل والدي. الله يرحمها. الله يخليك يا فندم. وهي نصيبها كويس. هو انا دلوقتي فهمت انت هتتكلم عن قضيه الورث صح؟ هي غير وارثه اصلا. والدك توفاه الله؟
والدي توفاه الله بعدها هي توفت على عين حياة والدي. ايوه انا فاهم انا فاهم. والدك مات بعدها. فوالدك لما مات الله يرحمه بنقول توفي فلان الفلاني وترك انت صح؟ وترك أقول توفي فلان وترك رقم واحد انت ربنا يعني انت من الورثة صح؟ من الورثة ومين كمان؟ ليا اربعة تاني اخ واربع اخوات تانيين واربع بنات؟ يبقى مات المرحوم فلاني وترك صبي واربع بنات وبنت كانت ميتة في حياته صح كده؟ تمام. فين الورثة الشرعيين؟ الورثة الشرعيين ولدين وخمس بنات غير اللي توفت. ايه؟ ولدين وخمس ولدين واربع بنات. طيب ماشي ولدين واربع بنات تمام. توفي وترك اتنين. والدتك موجودة؟ والدتي رحمها الله بقالها حوالي 40 يوم ماتت بعده يعني؟ بعد والدي ورد. طيب يبقى هي لساعة ما مات الله يرحمه هي كان لها التمن. كان لها ايه؟ التمن. والتركة هتتوزع بعد كده للذكر مثل حظ الانثيين. فاحنا عندنا اتنين صبيان. في حاجة شفت والدي وصى ان اختي اللي توفت دي ليها في البيت معانا في البيت. مين اللي قال؟ والدي وصى. هو وصى يعني. طيب خلاص انا خلاص اتفقنا كده؟ اسمعني بقى من التليفون وانا هريحك. شكرا ليك. بص يا جماعة لما الابن او البنت بيموت في حياة الاب في الحالة بتاعتنا دي بنت ماتت وابوها موجود. طيب مين حيرث البنت ديت لو هي متجوزة؟ خدوا بالكم معايا. لو هي متجوزة خلاص جوزها هيرث وولادها هيرثوا في حقها يعني وابوها وامها هيرثوا تمام. جه بعد فترة من الزمن الاب مات ابو البنت دي مات فجينا نقول هو ساب ايه؟ فساب اتنين صبيان وساب اربع بنات. حلو قوي. وساب ولاد البنت اللي ماتت في حياته. لا هما مش ورثة اصلا. فاللي هيرث الاتنين صبيان ولاده والاربع بنات دول اسمهم ايه؟ الوارثون. حلو. في حاجة بقى كده على جنب اسمها الوصية. الوصية الواجبة. ايه الوصية ديت؟ انه المرحوم الاب اللي مات ده من حقه وهو في حال حياته يكتب وصية يقول ايه؟ اوصي انا فلان الفلاني بتلت تركتي. طب بنص نقوله لا هو التلت اخر حدودك التلت. طب اوصي انا فلان الفلاني بسدس تركتي. هو حر بالسدس. بربع نقوله الربع مسموح. لحد التلت حدودك لحد التلت. هوضحها اكتر. هو معاه 90,000 جنيه حال حياته دلوقتي قبل ما يموت بيقول انا عايز اكتب وصية. نقوله اقصى رقم تكتبه التلت. تلت التسعين كام؟ 30,000. فممكن ما تقول انا اوصي بتلت تركتي اللي هم 30,000 جنيه انه دول يروحوا لمين؟ قلنا له ايوه هيروحوا لمين؟ يروحوا لحد ما يبقاش وارث فيك. لا وصية لوارث. فلو قال يروحوا لابني وليكن اللي كان بيكلمنا اخونا الكريم ده ان الوصية دي ما تتنفذش. ليه؟ لانه كده كده ابنه حيرث فيه الا بموافقة بقية الورثة. الا لو طلع اخواته كلهم قالوا احنا موافقين على الكلام اللي ابونا كتبه موافقين تمام كده. طيب هو وصى على ولاد بنته اللي ماتت في حياته حقه؟ حقه. ليه؟ لانه ما اصلا مش حيرثوا فيه اصلا لوجود ولاده اللي من صلبه. لانه الابن بيحجب ابن الابن بيحجب الحفيد. وجود ابن الميت يحجب الحفيد. ابويا الله يرحمه لما مات انا ابنه موجود الحفيد ما يرثش لانه ابن الميت موجود. اتفقنا كده؟ فالميت الحاج اللي لسه مات الله يرحمه سايب اتنين صبيان واربع بنات
أيوة، وسيب ولاد بنته اللي ماتت في حياته. لا خلاص، الأحفاد محجوبون، اتحجبوا من التركة. ليه؟ لوجود ابن الميت وبنت الميت. ناهيك بقى عن حاجة تانية، انه ولاد البنت دول اصلا مش عصب، يا مش ولاد ابنه. لو ولاد ابنه هيبقوا شايلين نفس الاسم، انما ولاد بنته دول ولاد راجل تاني من عيلة تانية. تمام كده، انا ماشي مع حضراتكم واحدة واحدة عشان نعرف ايه فلسفة علم المواريث ده، اسمه علم الفرائض. كويس. فجي الاب قال انا يا ولاد انا بوصيكم على ولاد بنتي، بنته اللي ماتت في حياته. ماشي، وصية زي الفل ومكتوبة وتنفذ. هنفترض انه مش موصي، القانون المصري بيعمل وماشي وبيتعامل بقانون اسمه الوصية الواجبة. ازاي بنعملها؟ بنقول مات الحاج فلان وترك 2 صبيان واربع بنات، حلو، وفي بنت ماتت في حياته، هنفترض انها موجودة، هنفترض، فهنوزع التركة على اساس اني ساب 2 صبيان وخمس بنات مش اربعة. الا فين البنت الخمسة؟ ماتت اصلا في حياته، هنفترض انها موجودة. وهنوزع 90,000 جنيه دول على الاسهم، نعملهم اسهم. هنعملها ازاي الاسهم؟ هو احنا قلنا كام بنت؟ 5، حلو، دول 5 وكم صبي؟ 2. الصبي الواحد الذكر مثل حظ الانثيين، يبقى الصبيين دول هعتبرهم 4. ليه؟ لانه الصبي الواحد ببنتين، يبقى انا عندي 5 بنات وعندي 2 صبيان بنفكهم ب4، يبقى كأنهم 9 كده. واقسم 90,000 على 9، اذا ما كانش في ورثة غيرهم يعني، اقسمهم على 9. 90,000 على 9 يبقى كل سهم 10,000، يبقى البنت هتاخد 10,000، والصبي قلنا له سهمين هياخد 20,000. طيب يبقى البنت الخمسة اللي ميتة اصلا طلع لها كام؟ 10,000. خلينا نديهم بقى لولادها، بس بشرط استنى، هما العشر تلاف دول يعدوا تلت التركة؟ نقول لا عشر، ده تلت التركة 30,000، ما وصلوش اصلا، خلاص نديهم لبناتها. هنفترض واحنا بنوزع التركة طلع انه البنت الخمسة اللي ماتت في حياة ابوها هيطلع لها 40,000. نقول لا، هننزلهم لـ30. ليه؟ ما يعديش تلت التركة. طلع 10، ادينا اديناهم للورث. طلع 20، مازال في التلت، نديهم للورث. طلع النصيب التوزيع 30، نديهم للورث. طلع 40، لا نرجعهم لـ30. يعني انا حاولت ابسطها على قد ما اقدر، وان كانت المواريث ديت بنشرحها على الصبورة كده بالورقة والقلم. يبقى الابن ابن الميت يحجب ابن الابن، يحجبه طالما ابن الميت موجود. هل ممكن ندي الحفيد اللي مات ابوه في حياة الجد من التركة؟ بنديله بقانون اسمه قانون الوصية الواجبة. وناخد اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، اتفضل يا استاذ. اهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، انا حماتي يوم 18 هيبقى عدى على وفاتها سنه، الله يرحمها. كنا عايزين يوم، امين يا رب، كنا عايزين يوم وفاتها نعمل حاجه اسمها ختمه، يعني بنعمل اكل وبنقرا المصحف على روحها. ايوه، فهل ده ثوابه كويس؟ يلا يعني توكلوا على يعني احنا لو جت اسره متوفى وقالت والله احنا عايزين نعمل ختمة قرآن ونأكل الناس، هنقول لهم لا؟ طب لا. الدين هيقول لهم بلاش؟ لا انا بس اقصد، لا انا بس لا انا مش برد عليك انت، اصل في ناس تقول لك لا وده بدعة ولا يجوز. يعني هو ايه اللي لا يجوز؟ قراءة قرآن لا تجوز؟ تجوز. هو قراءة القرآن لا تجوز؟ انت شايف ان قراءة القرآن لا تجوز؟ لا بقول حضرتك تجوز. طبعا اطعام الناس لا يجوز؟ يجوز. ما صدقنا نلاقي مناسبة. قال احنا النهاردة البلد يعني عندنا يوم الشهيد كان امبارح، تمام،
واول كان اول امبارح يوم 9 يوم الشهيد كان اول امبارح. ف جينا في يوم الشهيد كده قلنا يا جماعه نوزع هدايا ومنح على اسر الشهداء، حد هيقول لي ده بدعه؟ ايه اللي بدعه؟ فايما المصلحه فثم شرع الله. فالناس بتيجي تتذكر تواريخ وفاه حبايبهم، فيقول لك والله احنا عايزين نقرا قران كده ونهب ثوابه للمتوفى خير وبركه، والله عايزين نعمل اطعام، طب عايزين نجمع العيله خير وبركه، واحنا نكره ان العيله تجتمع على كتاب الله، ده احنا ما بنصدق. صح. لو انا جيت دلوقتي قلت ايه يا جماعه الخميس الجاي اجازه، ما تيجوا نقعد كده ونقرا قران وبتاع ونعمل ختمه ونتعشى مع بعض، حد يقول لي دي بدعه؟ احنا بنعمل طاعه. تمام يعني بس ما نربطش الكلام ده، بصوا ما نربطوش بانه النبي هو اللي قال لنا نعمل كده او انه لازم نعمل كده، ما ندلوش حكم شرعي. فهمتي؟ طيب يعني انا اقصد ان الثواب ده افضل ولا ان انا اطلع مبلغ صدقه جاريه؟ يعني عموما احنا بنعمل لها صدقه جاريه دايما، بس يعني انا اقصد ان ثوابه في اليوم ده افضل ان انا اطلع صدقه ولا ان انا اعمل الختمه دي؟ هو الختمه والصدقه لا يتعارضان. فهمت ازاي؟ تمام. يعني الصدقه الجاريه انت هتطلعي 5000 جنيه من جيبك تعملي بهم صدقه جاريه. تمام. هو انت عايزه تقولي طب خلاص اقرا ختمتين قران وما طلعش ال 5000؟ اقول لك لا، طلع ال 5000 برضه، يعني دول لا يتعارضوا مع بعض. تمام. يعني انا اقصد ان ثوابه يعني هيروح لها. يعني انت عايزه تقولي طب بصوا ايه رايكم اقرا القران 5 مرات وما تدفعونيش ال 5000؟ انا هندفعهم لك برضه. والله بالعكس، انا بقول نطلع لها يعني صدقه جاريه. انا ايوه والله الواحد ما بيصدق يلاقي حاجه زي كده، يلاقي يعني عارفه ابواب منح حاجات فتوحات فيوضات يتاجر بيها مع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. طيب في حاجه تانية، هو انا دلوقتي بختم المصحف في شعبان، يعني ان شاء الله اختمه قبل رمضان، فانا بقرا بنيه ان انا اختمه في شعبان ونيه انه كمان ثوابه يبقى على روحها، فهي حلو. فعلا بتاخد ثواب القران اللي انا بقراه على روحها؟ صح طبعا. طيب. ولما تختمي ادعي. تمام. أنا بقرأ الدعاء اللي في آخر المصحف ده، الأدعية. لا أو غير الدعاء اللي في آخر المصحف ادعي. مش أنت متزوجة؟ دي حماتك وعندك أولاد؟ عندي. يعني ما تدعيش لولادك؟ بدعي لهم. يعني ما تدعيش لجوزك في ختم القرآن؟ أكيد بدعي. يعني ما تدعيش للشيخ اللي مغلباه على التليفون وبتسأليه؟ ربنا يبارك. يعني ما تدعيش لميدو اللي قاعد جنب الشيخ وهو اللي مظبط لنا الصوتيات؟ دخلني. والله ربنا. طيب حاجه تانية، انا سمعت ان العقيقه يعني بتقع بعد اسبوع، انا ابني لسه ما عملتلوش عقيقه. بتقع من اللي وقعها؟ مش عارفه انا. العقيقه لا تسقط، تقصدي كده يعني؟ يعني ان هي انا ابني لسه عنده 2 سنين وما عملتلوش لسه العقيقه. لا لازم 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 تسرعي بالعقيقه طالما معاكي امور، الحمد لله الامور الماديه ميسره يعني. تمام. لكن هي ما سقطتش. ولازم ده انا ما بقولش انه واجب، ده سنه مؤكده. طب معلش، هي ينفع اجمع العقيقه مع اضحيه العيد؟ يعني مثلا لو هنعمل العجل في العيد فينفع تبقى بنيه العقيقه معاه؟ وبالمره. وانت اتغديتي ولا لسه؟ لا لسه. طيب لما تيجي تتغدي خليه غدا وعشاء وافطار بكره، اجمعيهم مع بعض. لا ما ينفعش. ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى يعني؟ وانتوا عايزين تدخلوا الدنيا كلها. هو ممكن الواحد يجي في اضحيه اذا كان يعني معهوش السعه الماديه ولا حاجه، يقول انا هذبح ذبيحه بنيه انها اضحيه وعقيقه في ان واحد يعني. هو انا مش قصدي كده والله. انا فاهم انه قصدك كده، ما انا برضو سالتك ينفع تجمعي الغدا وتاكلي النهارده وجبه كده بنيه انه النهارده وبكره؟ فانت قلت لي لا ما ينفعش، انا عايز اقول. فاحنا عايزين نقول، انا عايز اقول انه يا جماعه اللي يعني ربنا كتب له الامور الماديه ميسره معاه ما تبخلش، اعمل عقيقه لوحدها. انا اقصد ان بدل ما اجيب خروف للعيد وخروف للعقيقه يبقوا الاثنين مثلا عجل. مش انت عندك صبي؟ صبي. خروف ايه ده، له 2 حضرتك؟ لا هو لازم 2 يعني، ما تنفعش واحد. بقول لك ايه، طب ما تجيبي له بقى 2 كيلو سمك ونمشيها سمكتين يعني. ما بقولش السمك هو ده اللي ناقص. بصي للجارية شاة وللغلام شاتان. تمام.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغلام مرتهن بعقيقته، كأنه مرهون، تمام، تذبح عنه يوم سابعه وتحلق رأسه ويسمى. تمام. إذا ما ذبحناهاش يوم السبوع بتاعه يوم السابع، خلاص، أو أسبوع عدى، طب الأسبوع الثاني ما عدى، ما عرفناش الثالث، طب الشهر الأول، طب الثاني، طب السنة الثانية ما عرفناش، طب السنة التانية. المهم منين ما يتيسر معانا. تمام. هو يعني لما بنيجي نورثه، ها، بنديله سهمين، ده لما يجي يتولد ده ما نذبح عنه شاتين برضه. صح. يعني هو بيقبض في النهاية، لو ورث عن المرحوم مش عارف ايه بياخد له غنمتين. طب صح. لما يتولد ما يذبح لنا اتنين برضه، اشمعنى هو ياخد سهمين؟ البنت بتاخد سهم واحد، صح؟ صح، في الورث. تمام. طب ليه؟ خلاص يبقى يدفع بقى، طالما بسلامته شرف الدنيا نذبح له خروفين. اللي انت بتقولي ده بقى حاجة تانية. هنفترض يا حضرات، ركزوا معايا الله يكرمكم، ان واحد عنده اكثر من ذبيحة. يعني ايه؟ عنده ابنه ما عملوش العقيقة، فابنه محمد فله خروفين. تمام. وعنده ابنه عبد الرحمن ما عملوش العقيقة فله خروفين. تمام. يبقى كده كام؟ أربعة. أربعة. وعنده بنته يبقى كده خمس خرفين. تمام. وداخل عليه العيد مثلا الأضحى فعليه أضحية، يبقى كده كام؟ ستة. ستة. وكان ناذر نذر لله انه يذبح خروف، يبقى كده كام؟ سبعة. سبعة. صح؟ تمام. السبعة دول ممكن يستبدلهم بعجل. تمام، هو ده بقى اللي انا عايزه. ايه رايك؟ كده بالظبط. شفت يعني بقى؟ انت قلتها على والدي بالظبط، هو ده اللي عايز يعمله. ايوه. فنيجي نذبح ذبيحة كبيرة. تمام. بنقول ايه هي الذبيحة الكبيرة ديت؟ كأننا بنفكها بسبع شياه. تمام. تعدل سبع خرفان، العجلة الكبيرة اللي عمرها سنتين ديت. تمام. تعدل سبع خرفان. اجي اقول بقى انت هتذبحها عايز ايه؟ تقول لي خروفين عقيقة وخروف اضحية وخروفين كانوا ندر عليا وخروف قعدت تقسمها. وممكن يدخل معانا واحد في نفس الذبيحة. تمام. شوف ازاي؟ ميدو بيعمل عقيقة عن ابنه، وانا بعمل اضحية، وحضرتك بتعملي عقيقة، فاجتمعنا احنا كلنا وجبنا عجل قيمته 20,000 جنيه، قسمناهم كل واحد بحصته. فهمت ازاي؟ تمام. فيجوز ذلك. ربنا يخليك يا مش باقي بقى غير ان العجل يتذبح واللحمة تتشوى ونأكل الناس الفقراء. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك في ذريتك. شكرا لك. ربنا يخليك. شكرا. السلام عليكم. بس يعني اهم حاجة يا حضرات، واحنا بنعمل الاعمال دي الله يكرمكم، ما ننساش حاجة مهمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جالي سؤال مهم جدا، انه في واحد برضو توفاه الله، هو عنده 3 اخوات، 2 عايشين وواحدة ماتت قبل منه بسنين، هل اولادها يرثوا؟ نفس الموضوع، نفس الموضوع. احنا بنقرأ القرآن بيقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. شفت ازاي؟ هي اخته اللي بترث. طيب ان كانت اثنتين، ده احنا بنتكلم عن مراسل الاخوات اهو بقى، فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يعني واحد مات جينا نشوف ولاده ما فيش ولاد، مين اللي حيرثوا فيه؟ اخواته. حلوة قوي. اخواته دول بنات ولا صبيان ولا كوكتيل؟ بنات. ان كانت بنت واحدة هتاخد النص، ان كانوا اتنين هياخدوا التلتين، ان كانوا تلاتة هما التلتين، ان كانوا 10 هما التلتين، ان كانوا 20 هما التلتين. اخواته بنات، اخوات المرحوم اللي هيرثوا فيه اخواته بس. طب هو مش سايب الا بنات؟ الواحدة تاخد النص لو هي منفردة، ولو اكتر من واحدة التلتين، والباقي هنشوف هنوزعه فين بقى. بندور بقى
النبي بيقول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنشوف العصب بتاعه. طيب إذا هو مات وسايب إخواته بقى بنات وصبيان، ربنا قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، منهم واحد مات من زمان قبله، نقول لا ده خلاص احنا بنورث الإخوات اللي عايشين، إخوات المرحوم. احنا كده بنتكلم عن إخوات الميت، احنا كده بنتكلم عن ان ميت مات ملوش ولاد ولا أب ولا أم. ليه ملوش أب ولا أم؟ لأنه لو له أب، خد بالك من القاعدة اللي جاية دي، الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات مطلقا. تمام؟ واحد مات وسايب أبوه وإخواته، بسم الله الرحمن الرحيم الترك هياخدها أبوه. طب إخواته ما لهمش حاجة. الإبن يحجب جميع الإخوة والأخوات مطلقا. واحد مات ساب ابنه، له ابن وله إخوات، بسم الله الرحمن الرحيم الابن ينفرد بالتركة كلها وإخواته ما لهمش حاجة. طب واحد مات وساب بنته، البنت ليها النص، وساب إخواته، إخواته بقى نديهم الباقي بقية التركة. نشوف بقى لو هي أخت واحدة، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فبنت الميت هتاخد النص، واخت الميت اللي هي تبقى عمة البنت يعني هتاخد النص التاني. طيب الميت مات ساب بنت وساب اخواته صبيان وبنات، للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اللي مات، نرجع بقى القاعدة المهم، اللي مات في حياة المورث، المورث اللي بنوزع تركته النهاردة، اللي مات في حياته ده اصلا ملوش، مش مات قبل الرجل، هنصحي من التربة عشان نقول له انت كان مفترض انك هترث فيه لما يموت، مات هو خلاص. فده امر مهم جدا، يا رب يكون وصل لحضراتكم. انا عارف انه احيانا مسائل المواريث بتبقى صعبة على البعض شوية، بس انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا لعله البعض ما ياخدش باله منها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. نص المشيخة نص العلم، علم المواريث ده. يا نهار ابيض، ايوه انك تبقى عارف ان الفروض المقدرة في كتاب الله النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني ايه؟ يعني النص والربع والثمن دول تلاتة، والثلثان والثلث والسدس، دي الفرائض المقدرة في كتاب الله، ربنا ذكرها في القرآن. النص مين اللي يرث النص؟ خمسة، خمس حالات بس هم اللي بيرثوا النصف. بعد كده الربع، مين اللي بيرث الربع؟ في كتاب الله حالتين اتنين بس اللي بيرثوا الربع، ربع التركة يعني. بعد كده الثمن، مين اللي بيرث الثمن؟ حالة واحدة بس في كتاب الله. بعد كده الثلثين، بعد كده الثلث، بعد كده الثلث. مش عايز اتوهكم يعني، دي الفرائض. في ناس بترث بالفرض وفي ناس بترث بالتعصيب. يعني ايه بيرث بالتعصيب؟ الفرض ده يعني ربنا النص من فوق سبع سماوات، ده له ربع، ده له تمن، ده له نص. فلما تيجي تركه بنوزع، اول حاجه بنقول فين اللي ربنا قال عليهم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فين الزوج؟ فين الزوج؟ مراتك كانت مخلفة؟ المرحومة كانت مخلفة؟ لا، خد بسم الله الرحمن الرحيم نص التركة كده، صاحب فرض. طيب ادنا له النص، في حد تاني صاحب فرض؟ لا ما لقناش. طب بعدين قال لك بقى نشوف بقى ايه العصب، المرحومة دي ليها اب، ياخد بقية التركة. ليها اخ، ياخد بقية التركة. اخ شقيق، ملهاش اخ شقيق. طب لها اخ الاب، ملهاش اخ الاب. طب لها ابن اخ شقيق، لا ملهاش. طب لها ابن اخ الاب، لا. طب لها عم شقيق، لا ملهاش. طب لها عم الاب، ملهاش. طب لها ابن عم شقيق، طب لها ابن عم الاب كده بنتننا هي مدرجه كده يعني. مش عايز اتوه حضراتكم يعني، هو علم جميل، علم الفرائض، يا ريت يعني بقرفوه شويه كده يعني، من باب التعبد يعني، شيء جميل. وكان اكثر واحد في الصحابه يا حضرات، النبي عطاله رتبه انه هو اكثر واحد عالم بالفرائض المواريث، سيدنا زيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد. أكتر واحد عارف علم الفرائض علم المواريث سيدنا زيد. وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أنا طولت عليكم النهاردة، ويا رب ما تكونوش تعبتوا مني، ويكون ما استصعبتوش علم المواريث، ده سهل خالص. يعني أنا ممكن ممكن كل مرة كده أبقى أقول لكم معلومة عنه مثلا، يعني خد المعلومة دي النهاردة. اللي بيرثوا في كتاب الله نصيب الثمن حالة واحدة بس، مش حالتين، الزوجة الست اللي مات جوزها وعنده أولاد، فحنورثها الثمن من المرحوم. نقول لها جوزك مات الله يرحمه عنده أولاد، خدوا بالك هو عنده أولاد، أصلا ممكن يكون هو عنده ولاد وهي ما عندهاش، ما نسألهاش انت عندك ولاد، لا تقول انا ما خلفتش، انا مش بكلم عليها هي، بكلم على المرحوم جوزها. جوزك عنده، المرحوم عنده ولاد، قالت اه ايوة، يبقى تاخد التمن، تمن التركة. يعني ايه تمن التركة؟ يعني اقسم التركة على 8، الرقم اللي يطلع تدي للزوجة. طب ده لو هي زوجة واحدة، طب لو هما 2 يشتركوا في الثمن، طب لو هما 3 يشتركوا في الثمن، لو هما 4 يشتركوا في الثمن، يبقى ده نصيب في كتاب الله ربنا اللي قدره. ليه وعشان ايه وازاي وعلى اي اساس؟ معرفش، ولا حدش يعرف ازاي، ربنا اللي امر، احنا ملناش دعوة. ان الله لم يرضى في قسمة المال بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمه بنفسه. فيبقى احنا عرفنا النهاردة انه في علم المواريث الحالة الوحيدة اللي بتاخد التمن هي حالة واحدة بس، الزوجة اللي جوزها مات وعنده ولاد، هي واحدة هتاخد التمن، هم 2 هيشتركوا في التمن، هم 3 هيشتركوا في التمن، هم 4 في نفس التمن. وعرفنا بنعمل التمن ازاي. اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم. وما تنسوش يا حضرات في ختام حلقتنا، بذكر حضراتكم اللي لسه ما قرأش سورة الكهف، ما زال عنده الوقت الكافي لقراءة سورة الكهف، فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وما تنسوش تكتروا جدا 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 من الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما تنسوش الساعة اللي قبل غروب الشمس ساعة إجابة الدعاء فيها مستجاب. وما تنسوش صلة الرحم، ما تنسوش بر الوالدين، ما تنسوش حسن الجوار، ما تنسوش لا للشحناء لا للخصام، عشان ان شاء الله هيهل علينا النصف من شعبان، ربنا بيغفر لجميع الخلق الا المشرك او المشاحن. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.